الزميل مراد ابو جلال من محيط استاد القاهره. اهلا بيك يا مراد، اخبار الاحتفالات في الشوارع ايه يا مراد؟ الصوت رايح، برحب بيك زميلي سامعني يا العزيز مراد؟ المتألق شادي عيسى، برحب بجميع متابعي قناة الزمالك في كل مكان، من هنا من محيط استاد القاهرة الدولي، وعقب انتهاء مباراة منتخبنا الوطني المصري ومنتخب السنغالي بفوز غالي وعزيز لمنتخبنا الوطني المصري، وضع قدم ان شاء الله باذن الله في مونديال قطر 2022. طبعا باذن الله زميلي العزيز شادي، اجواء جماهيرية كبيرة جدا هنا في استاد القاهرة الدولي، يمكن الجمهور المصري سعيد وفرحان جدا يا زميلي عزيز شادي. اخده دلوقتي عشان نتعرف على اراء جمهورنا المصري عقب انتهاء المباراه، يمكن النهارده كانت مباراه قويه النهارده بالمنتخب قوي زي منتخب السنغال، فوز غالي وعزيز عليهم هناك 2-0 ان شاء الله 3-0 هناك في هنوصل، والله العظيم نوصل كاس العالم باذن الله هنوصل، بس كلنا مصر. وسامع كان طارق يحيى، قول لي حضرتك بقى، شفت المباراه النهارده؟ مباراة حلوة يعني، إلى حد ما برضو الأداء يعني كان متوسط شوية، بس إن شاء الله 1-0 أحسن من 0-0، والحمد لله ما دخلش فينا أهداف، وإن شاء الله الصعود من السنغال إن شاء الله، الصعود من السنغال إن شاء الله. 2-0 لمصر. قول لي بقى، إيه رأيك النهاردة، شفت المباراة إزاي وإيه شعورك بعد الماتش؟ الحمد لله يعني خطفنا جون في أول 4 دقايق يعني، والفوز أحسن من التعادل، وإن شاء الله هنروح هناك بندافع ومرتاحين ونوصل لكأس العالم إن شاء الله. بإذن الله، إيه رأيك في قراءة مستر كروش المباراة؟ ان شاء الله هنروح هناك نكسب 3-0، والنهارده ماتش عالمي 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 عالمي. مستمرين معاك زميلي العزيز شادي عيسى، فرحه كبيره جدا النهارده، يمكن النهارده مباراه قويه النهارده، شفت ماتش